بتلبسي النضارة بقالك قد ايه؟ بقالي سنتين. سنتين وانا صغيرة يعني في ابتدائي. كتير من وانا صغيرة. ايه اللي حصل قبل ما تلبسي النضارة؟ حسيتي بحاجة ولا بابا وماما هما اللي قالولك لازم نروح للدكتور؟ لا حسيت بحاجة. ايه؟ حسيت بوجع جامد في راسي وفي عيني. كانت مثلا وهي قاعده قدام التي في مثلا ما بتبقاش شايفه كويس، عينيها دايما بتدمنع، عينيها بتزغلل، وهي بتذاكر مثلا حسيت ان هي مش مركزه قوي. كنت حاسه ان انا عماله اخبط في الحيطان وكده وما بشوفش كويس. مدرسين بداوا يقولوا لي اشتكوا منها وبتكتب يعني هيروغليف يعني من الاخر كانها مش شايفه اللي هي بتكتب، بتكتب حروف وكلمات تقريها. ما كنت وانا ماشيه كان ماما خبطت في عمود، فمن ساعتها ماما عرفت ان انا لازم البس نظاره. هي كانت ماشيه وما كانتش شايفه عمود من عمدان البيت ودخلت فيه. لما سالتها قالت لي انا مش شايفاه يا ماما. بتحبي النظاره ولا لا؟ لا. ليه؟ معرفش، انا ما بحبهاش عشان يبقى شكلي فيها حلو. بحس شكلك احلى بالنضاره. ساعات بتضايقني. في ايه؟ ايه اللي بيضايقك منها؟ توجعني مناخيري. اكيد في حاجات انت مش بتحبيها في النضاره صح؟ ان انا البسها. طب ليه برضو ما بتحبيهاش؟ هل مثلا صحابك والناس اللي حواليكي ساعات بيقولوا لك حاجات عن النضاره بتضايقك؟ اوقات. زي ايه؟ اوقات مثلا بيقعدوا يقولوا لي انت شكلك وحش بالنضاره. قرايبنا مثلا مش بينتقدوها، بس ممكن ان هو اوقات يعني مش كل الاذواق بتبقى واحده، فلو اي انتقاد مثلا سلبي جالها بتتضايق. لا كان في قلش جامد في البيت يعني. ولا وفي المدرسه على فكره مسميني ساره منضاره. يا حبيبي حرام، انت لابس نضاره، ده لسه صغير. او ابنك زي القمر بس يعني لابس نضاره، اكيد بتتقلق. يا دي اكيد. بتردي ازاي؟ يا حبيبي انت زي القمر وعجبني جدا، انت احلى منهم بكتير. طب انت لما حد بيقولك انت شكلك وحش مثلا بالنضاره بتردي عليه تقولي له ايه؟ بقول له ماما قالت لي ان دي حاجه بتميزني عن غيري. انت مقتنعه بكده بس لسه برضو بتتضايقي منها شويه. بتحبي دكتور العينين ولا لا؟ لا. ليه؟ بيخضني. ماله دكتور العينين بيعمل ايه؟ احكي لي. احنا كنا عنده من قريب وحطينا قطره في عينينا بتوجع قوي. القطره اللي حطها دي ضايقتك؟ قال لماما بنتك بتتعمي ومش عارف ايه، لازم تعمل لها عمليه ومش عارف ايه وكده يعني. مرعاش ان انت قاعده كده قال جمل قويه في وش ماما. فانا كنت حاسه ان انا ايه، لا انا بموت، مش حكايات يعني عاديه. كمان كنت صغيره فكنت خايفه، انا كنت فاكره شكله كل حاجه يعني. لو ماما قالت لك ممكن نعمل عمليه، نعمل ليزك ونقلع النضاره، هتعملي كده ولا لا؟ هعمل. عايزه تخلصي منها؟ انت حابه ان هي تقلعها وتعمل ليزك وتخلصي من القصه دي؟ لا انا بحب شكلها بيها بصراحه. بيني وبينك كده كسرتي كام نضاره؟ نضارتين. حوالي 2 3 كده. لا كتير. واحده. لو فعلا الام اتاكدت ان ابنها محتاج نظاره بتظهر مشكله جديده غير مشكله النظر. الطفل بيرفض النظاره تماما، شويه يضيعها وشويه يخبيها وممكن كمان زي ما شفنا في التقرير يكسرها. ازاي نقدر نساعد ولادنا انهم يتقبلوا لبس النظاره الطبيه حتى لو كل اللي حواليهم ادوهم تعليقات سلبيه على شكلهم بالنظاره؟ ده اللي هنتكلم فيه مع دكتور نرمين شاكر، استاذ طب نفس اطفال ومراهقين جامعه عين شمس. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. هبدا مع حضرتك ببدايه اصلا ان الطفل يبقى حاسس انه مش شايف كويس، عنده مشكله في نظره، هل دي بتاثر عليه نفسيا اصلا من غير ما يقول؟ اكيد هي ممكن تاثر عليه بطريقتين يعني. اول حاجه ان هو ممكن تاثر على ادائه، زي ما في التقرير سمعنا ان ممكن يبقى عنده مشكله دراسيه، ما بيشوفش التلفزيون كويس، دخل في عمود مش شايفه، فبيحس ان هو يعني ثقته بنفسه بتقل شويه، او بيحس ان قدراته اقل من بقيه اللي حواليه، يعني بيحس ان هو مختلف. فدي طبعا بتاثر عليه. ممكن زي ما قلنا يعني حاجه تانية، ادائه الدراسي يعني ما يبقاش شاطر في المدرسه، يبقى بيلاقي صعوبه في التحصيل، فده ممكن يقلل برضو من ثقته بنفسه، او يخليه يعني شويه مش واثق ان هو يقدر يعمل حاجه كويس يعني. خدت بالي من حاجه في التقرير ان البنت قالت انا لما رحت للدكتور قال لماما ده بنتك بتتعمي. المفروض دكتور العينين او اي دكتور عموما لو انا رايحه بابني او بنتي وفي حاجه خطيره وحاجه هتقعد تتعالج سنين، زي مثلا ضعف النظر او طول النظر او قصر النظر، مشاكل العيون عامه بتاخد سنين عشان تتعالج، المفروض ان الدكتور كده يقوم قايل الموضوع قدام الطفل عادي ويتوقع ان الطفل مش هيفهم؟
لا اكيد طبعا. لا يعني كل الاطفال وهم صغيرين بيبقى تفكيرهم مختلف، يعني دايما بيشوفوا الحاجه من وجهه نظر الكبار، يعني مش بيقدروا يحللوا المشكله قوي او بيعرفوا ابعادها. لكن يعني رد فعل الام او طريقه كلام الدكتور هو بيشوفها، يعني ما بيقدرش يحللها او يميز دي حاجه اوفر شويه ولا هو ده الحقيقه. فطبعا مش المفروض ان احنا يعني نهول الامور او حتى نقولها أطفال بشكل صادم. يعني المفروض ان احنا ناخد الامور ببساطه ونخليها سيمبل كده ولطيفه عشان الولاد نفسهم ما يتخضوش حتى لو هي كانت حاجه كبيره. يعني الدكتور قال لي ابنك او بنتك لازم يلبسوا نظاره. اول جمله واحنا في العربيه بعد ما بننزل من عند الدكتوره، لان انا خبره في الموضوع ده فهحكي لحضرتك حاجات شخصيه كتير كمان شويه. فاول جمله بتتقال لا طبعا انا مش هلبس نظاره، اعمل ايه؟ دايما الولاد بياخدوا الحاجه من ايه؟ وجهه نظر الاب او الام. لو هم شايفين انها مشكله وانها حاجه يعني مفروضه وانها حاجه اتسماست ولازم وبتاع ومشكله وهيلبس نظاره بتاع، هو هياخدها ان انا ايه يقفش ويقول لا انا مش عايزه مش هلبسها ودي حاجه مش كويسه. لكن لو احنا ساعتها تقبلنا الامر بشكل لطيف والله ايه ده وحاجه زي حاجة جديدة وحاجة هتساعدك، يعني أهم حاجة أن أنا أفهمه أن دي هتخليك تتغلب على المشاكل اللي كانت موجودة. يعني في بنت لطيفة قوي قالت أن عندي صداع، بيجيلي صداع، مش شايفة كويس، مش مركزة في الفصل، في ولد أنا بحب النظارة أنها بتسهل لي الموضوع بالظبط كده. فدي طريقة إقناع الطفل أنك أنت عندك يعني في مشكلة ما، الصداع الكذا دي هتودي الموضوع ده خالص، يعني مش هتحس بأي مشكلة. أول ما تلبس نظارة هتحل لك كذا وكذا وكذا وكذا، فهو بالتالي هيحس أن ليها فايدة ويحس أنها حاجة لطيفة ومش حاجة مفروض عليه وملهاش لازمة ويعني ومقيدة كمان. الخطوة الأولى إن إحنا بننزل نروح المحل اللي هنشتري منه النظارة، وفي أغلب المحلات دي بتلاقي في خناقة، بابا برأيه وماما برأي والطفل برأي تاني، وفي خناقة ثلاثية حصلة كده وكل واحد إيه متمسك برأيه ومش عارفين مين اللي هيثبت على رأيه في الآخر. الصح نعمل إيه في المشوار ده؟ لأن بيبقى مشوار نكد والله على البيت كله، فنعمل ايه عشان يعدي؟ هو عموما الاطفال بتحب يبقى ليها راي في الموضوع على فكره، يعني كل ما يكون حاسس انه فرد بيقاوم. فلازم اديله خيارات، يعني برضو مش هجيب له نظاره على ذوقي انا واحس انها هي دي اللي انت هتلبسها وهو هيبقى فيه شويه ريزيستنس او مقاومه لانها مفروضه عليه. وطبعا برضو مش هخليه يعني ايه ان هو يختار بطريقته، ممكن يختار حاجه مش مناسبه ليه او اكبر من سنه او ممكن سهله الكسر، لان في انواع بتبقى مخصوص للاطفال. فانا هنقي له مثلا 2-3 نظارات اول، يعني ههيئه الاول نفسيا وهو رايح ان احنا هنروح نشتري حاجه لطيفه وشكلها حلو وبتدي شياكة زي اكسسوري، يعني وخصوصا البنات طبعا. لما اروح طبعا هنقي حاجات مناسبة 3-4 كده واديله مساحة الاختيار. لما اديله مساحة الاختيار هو هيحبها لان هو اللي جايبها. يعني انت جربي كده، اي حد فينا لما بيشتري حاجة بمزاجه بيحبها. نزلنا مع بعض، اديته خيارات، اختار النظارة اللي هو عايزها، الدنيا ماشية تمام. نزلنا بقى، رحنا المدرسة، رحنا النادي، رحنا عند قرايبنا، بتبدا التعليقات اللي ملهاش لازمة ساعات. ايه ده يا حرام، ده لابس نظارة، ليه يا حبيبي دي شكلها حلو من غير النظارة، دي عينيها أحلى من غير النظارة، وتعليقات قدام الولاد. ده تنمر صريح من وجهة نظرنا، مفيش فيه نقاش. بس أنا أتعامل مع طفلي إزاي لما يحصل موقف زي ده؟ في البداية أنا لازم أتوقع إن هو ممكن يتعرض للتنمر، لأن الأم تبقى واعية وعارفة إن ده ممكن يحصل، بتبقى واخدة احتياطاتها أو بحميه من إن هو أصلاً يتأثر بالتنمر، تمام؟ يعني أنا مش هقدر أمنع الناس إنها تتريق علي، بس هقدر أعمل يعني حاجات معينة تخلي الرياكشن بتاعي أو الرد فعل بتاعي يكون كويس. فأنا هبتدي أكلم الولد الأول على التنمر في العموم، مش إن أنت هيحصل لك كذا، يعني في ناس بتجيب الولد وتقعد تقول له محاضرة تهيئه إن هيحصل لك كذا في الموقف ده. لا لا لا، في طريقة تانية غير مباشرة، إن أنا بكلمه إن في حاجة اسمها تنمر، في بعض الناس ممكن تضايق الناس، ممكن تقول عليها كلام مش كويس، وده حاجة مش كويسة. وتبقى التصرف ده يعني لازم الواحد يعامل الناس زي ما هو بيحب يتعامل. فأفهمه إن في حاجة كده في الدنيا، يعني ممكن الناس تتريق على الناس، دي نمرة واحد. أكيد. نمرة اتنين، أبتدي إن أنا أخلي ثقته بنفسه كويسة. ازاي؟ ان انا اركز على النقاط القوه اللي عنده، كل طفل بيبقى عنده نقاط قوه. اكيد. لو انا ركزت على نقاط الضعف، ان نظره ضعيف او ان هو مش عارفه ايه، ثقته بنفسه هتقل. لكن لو هو بيجيد حاجه، يعني بيحب الرسم مثلا، بيحب يعزف موسيقى، شاطر في المدرسه، يعني لازم اركز على نقاط القوه اللي عنده، وابتدي دايما اديله بريز، يعني اشكر فيه واقول له برافو عليك وشاطر وكده. نمرة اتنين، لازم أفهمه إنه لازم يعبر عن مشاعره، وإن التنمر ده أو إن الناس لما تتريق على الناس دي يعني مش المفروض إنك تتقبل ده، فلازم أقول ما اسكتش. طيب هيقول لازم يعبر، أولا لازم يتعلم يوقف التنمر ده، يعني يوقف اللي قدامه. إيه اللي بيخلي الناس
تسوق فيها زي ما بيقولوا او تتمادى. تقعد تتريق وتتمادى يعني انه بيحس ان اللي قدامهم ضعيف شويه او منطوي او زاعل او عيط او كده، ده بيديله احساس ان هو الله ده هو ده الفريسه المناسبه بالظبط كده. فلو هو رد عليه وقال له على فكره مش مفروض انك تقول كده وده غلط ولو ما بطلتش انا هقول للمامتي او هقول للمس او يعني يرد الكلمه الوحشه اللي هو قلته، انا مش هقول له اللي يزعق لك زعق له واللي يضربك اضربه والكلام ده لا، لكن يعرف يوقف الايذاء عن نفسه عموما. ولازم زي ما قلنا انه لو حصل كده لازم تقول، هتقول للماما، هتقول لي انا، تيجي تقول لي هسمعك، او تقول للمس، غير انك انت هتوقف القصه دي من بدايتها. انا عملت حاجه ظريفه بقى مع بنتي، زي ما رجعت بالزمن وانا كنت بلبس نظاره وكان كل الناس بتضايقني عليها، هي كمان بتلبس نظاره. بدل ما اخليها تبقى ترد على اي حد يضايقها، او بدل ما اقعد اقنعها عن الموضوع معلش استحملي والكلام اللي اغلب الامهات بيعملوه، انا عملت تجربه عايز الامهات تعملها بقى. انا قعدت اتكلم معاها ان النظاره دي بتميزك، صحيح دي حاجه مميزه، شكلك حلو بالنظاره، وزي ما حضرتك قلتي واكسسوارز ونظارات الوان وبتاع، على قد ما نقدر هي اللي تختار حاجتها. فانا بحس ان هي طلعت عكسي تماما في المرحله اللي انا فيها وانا صغير، هي عندها فخر بحته النظاره، هي حاسه ان دي حاجه زياده، انا عامله حاجه احلى، انا شكلي احلى بالنضاره. برضو حته الثقه في النفس دي لو خليناها في حته النضاره بالذات، او في حته الطفل اللي عنده اي مشكله، اي مشكله بتواجهه لو حس ان المشكله دي بالعكس انت بتميزك ان انت قادر تتغلب عليها وتلبس نضاره، او انك تواجه المشكله بتاعتك دي، بتفرق معاهم، بتخليهم اقوياء، فما بتديش مساحه لقدامهم ان هو يتنمر عليها ياثر عليها. صحيح. اخيرا دور المدرسه ايه عشان الاولاد ما يتاثروش نفسيا؟ طبعا لازم الام كمان الاول تبتدي تتكلم على المدرسه، يعني اول لما تحس ان في مشكله في النظر او في مشكله في الدراسه او في مشكله اي حاجه، بتروح تتكلم مع المدرسه بس بشكل لطيف، يعني مش بشكل اللي هو ايه في اتهامات او في انت ما بتاخدوش بالكم منه او لازم او لازم، يعني دايما بتبقى بشكل ودي جدا. المدرسه لازم تبقى عارفه قدرات كل واحد، وبالتالي انها تبقى بتحطه في الحته اللي هو هيستفيد منها. ما انا لو حطيته في اخر انه عنده مشكله فلازم يقعد هنا، هي من الاول اوتوماتيكلي هي بتقعد الناس اللي هم محتاجين مساعده اكتر، او محتاجين حتى مش بس اللي هم بيلبسوا نظارات اللي تركيزهم قليل اللي كذا، تبقى حطهم في حته قريبين منها تجذب انتباههم عشان تركيزهم عشان هم يستفيدوا. فدي حاجه مهمه. برضو مهم انها لو حصل اي نوع من التنمر لازم برضو المدرسه تعرف توقف ده. صح. اوكي. وفي طرق كتير جدا بيستخدموها ان هو توقفه من غير ما تعمل صدام ما بين يعني في طريقتين غلط الحقيقه المدرسه بيعملوهم، انهم يجيبوا الاطفال مع بعض وايه ويقول ده اتاسف ده وخلاص فبيصفهم من الموضوع. والحاجه الثانيه انه بيسمعوا كلام، يعني بيدخلوا ناس ثانيه في القصه، فلازم اسمع كل طفل لوحده، اسمع ده حصل له ايه وده ليه عمل كده، وبفهم برضو الولد ان ممكن الولد التاني ده يكون هو اصلا متضايق من حاجه فبيضايق الناس اللي حواليه. بالظبط. لكن الغلطه مش فيك، وانت ثقتك بنفسك ما تتهزش، لانك زي ما انت قلتي انت الاختلاف لا يعني ان انا اقل، بالعكس ممكن يكون بيميزني. الاختلاف ده عجبني قوي الولد البنت اللي قالت ان ماما بتقولي ان ده دي بتميزني او بتديني شكل مختلف او اد اون يعني زي ما بيقولوا. دكتور نرمين حضرتك نورتينا ومبسوطين بوجودك معانا. ميرسي جدا. هنطلع فاصل نرجع لكم تاني، خليكم معانا. من وين